السلام عليكم أصدقائي أحبائي على قناتي سنان صالح شيف سنان العبيدي. اليوم راح نسوي لكم شوربة العدس، شوربة مرغوبة برمضان كلش، خاصة بالعراق عندنا، وإن شاء الله كل يوم أنزل لكم شوربة جديدة. المكونات جدا سهلة وبسيطة. أحتاج إلى العدس الأحمر، أحتاج إلى الزيت، حمض الليمون، كمون، أحتاج إلى كمون، وبالإضافة إلى البصل. أول شغلة نسويها نحط الزيت بالطاوة بالجدرية، فتخليكم وياي أصدقائي. هسا حطينا الزيت، هسا نحط البصل، هاي نقلبه. طبعا البصل اختياري، تقدرون تحطوه بالأخير أو تريدون تحطوه هسا، أنا هسا أحطه بالنسبة لي. فهي الدورة شوية تقلل وأخلي العدس وياه، خليكم وياي أصدقائي أحبائي. طبعا بس بالمكونات نسيت أحط لكم الملح، وبالإضافة إلى الشعرية، هاي الشعرية. طبعا هسه عندي البصل، صار هذا البصل. راح نجيب العدس. يلا إسماعيل، إسماعيل ساعدني. هذا إسماعيل، أحلى إسماعيل والله. هذا العدس نانا. طيب هسه نقلبه. هاي نقلبه بهالطريقة حتى البصل اللي يحترق يصير كله سوية وياه. طبعا هاي المكونات، انا 5 كيلو عدس عندي، حطيت 5 بصلات كبار، هيش البصلات الوحدة. دا اسوي تقريبا 300 شخص، يعني هاي الشوربة دا اسويها تحتاجون بس 5 كيلو 300 شخص. فالمهم عندكم هسه راح نحط المي، نحط المي، ما احنا نحضريه. اذا عندكم ماي حار يكون احسن حتى اسرع تغليه. انا بالنسبه لي هسه حطينا المي، راح امليها لهنا واخليها تغلي. اوكي، فخليكم ويانا حبايب اصدقائي. هاي حاليا صارت عندي تفور. طبعا هاي الزفره لازم اشيلها اذبها. اوكي، هاي نذبها نخلص من عندها. ليش؟ لان احنا العدس حطيناه بدون غسل، فمن يطلع بدون غسل يطلع هاي الزفرة عندنا يتنظف زين. هذا هنا مثل الوصاخة تقريبا، يعني نقول او النشويات مالته تصعد هنا، فهذا نتخلص منه بهالطريقة. وتقدرون عسل العدس تغسلوه وتحطوه، ماكو اشكال، بس انا هيك اسويه حتى النكهة تبقى موجودة كلها. اوكي، لان من تغسلون العدس يذب النشويات مالته و بيصير ما بيطعم. فهاي نسوي احنا كله بهالشكل، وبعد هدني يتجمع شوية. ستقولون البصل يطوف؟ لا، البصل يبقى جوا همين. تحركوه بهالطريقة وننتظره لحد الان ما حطيت شي، فقط الماء والعدس والبصل، مكونات بعدني ما حاطها. انتظره، شوفوا هسه صار حاليا بهالشكل عندي، بعده حبيتها بعدها. اوكي، فخليكم ويانا اصدقائي. نحط هسه الشعريه، شوف شلون صارت تغلي. طبعا ما تحطون الشعريه، لازم تقلبوها كلها، كل شويه تقلبوها. ليش؟ لان الشعريه تظل بالقاع تحت بارض الجدريه، اوكي، تلزق جوا، فلازم تقلبوها كل شويه حتى ما تلزق، والنار بعدها عاليه عليها. وننتظرها تقريبا فد ربع ساعه تغلي ونحرك فيها. اصدقائي هاي هسه فارت عندنا، راح احط الكمون. هذا الكمون راح احطه، انا لين كميه هوايه حطيت 100 غرام. احط الملح، وهسه احط اضافه الى الحامض الصناعي، هذا الحامض. هاي اعطيها نكهة طيبة. حركوها، تنتظروها لحد هذا ما كله يذوب. هسه واحدة يذوب هنا. وهذا يكون شوربتنا بهيج احنا خلصت. بس اخليها شوية تغلي حتى هذا كله يتكسر. اقدر احطه شوية مي وحركه وبعدين احطه، بس ماكو داعي، هو واحدة يذوب، اخليه بعد تغلي شوية.
شوفوا هيك بصير. طبعا الخطوة الأخيرة القدرون تضربوها بالخلاط، هسوي لكم شلون تضربوها ويطلع وياكم. حبايب الزقاي هاي الشوربة كملت عندنا، بس عندي ملاحظة واحدة، إذا تحبون تخلون ماجي دجاج وياها خلوه، ماجي خضار خلوه وياها، هاي نكهات تبقى أنت تبقى عليكم، بس هي الأساسية هاي. وأنا راح أخلي شوية من عندها الماجي مال الدجاج، أوكي؟ مجرد نكهة تعطيها طيبة بعد أكثر. الزقاي تقدرون تضربوها بهذا المكسر حتى شنو تنعم كلها، هذا المكسر هي الشفرة مالته تصير، أوكي؟ فتضربوها بيه كلها حتى تطلع عندكم كلش طيبة، وبعد أكثر يعني شكلها حلو يطلع عندها، أوكي؟ أكثر. فهاي شوربتنا خلصت لهذا اليوم، ونقول لكم لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك. تحياتي لكم في سنان العبيدي من ألمانيا.